مبسوطين من اللي عملتوه؟ لا ليك اذا خلص رح قلكن شو هني وحطهم هون خلص. مين مش مبسوط؟ من برايم؟ من برايم. انا غلطت بالكلمه لانه بس بعرف شفتي بس بدي اشوف اذا انتم عم تنتبهوا على اغلاطكم. شو انا في البدايه كنت شوي اوت اوف مود هلا. ها شو انت قلت لي مش مبسوط من نفسي؟ اوكي ليه انا ليه يعني ما كنتش مرتاحه في الغناء قوي. لا بس شو اللي صار معي؟ انت بتعرفي شو صار معي؟ انا في ايه بالضبط يعني؟ في بالغنيه كلها غنيه واحده اصلا حصل فعلا كثير. اوكي انت شو اللي حسيتيه مش ظابط؟ لو حاجات كتير شو هني؟ اول حاجه في الدخول بتاعي وانا بغني صوتي راح يعني ما اعرفش ايه اللي حصل راح لثواني. هو راح مش انت بلعت ريقك او شيء؟ ريقي يعني ما اعرفش ايه اللي حصل فجاه لقيت نفسي صوتي ما فيش حاجه بتطلع لبره بس رجعت في ثانيه يعني ما اوكي وقت رجعتي كيف كان؟ ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. اوكي كنت قاشطه شوي؟ ما قصي ما كنت مبسوطه شوي مدام. انا ما كنت غنيت صح بس الكلام غلطت في الكلام. اوكي بس هذا شيء ممنوع يا حبيبتي. ما غنيت النوتات صح. هي برجع شو انا بعرف انك غنيت النوتات صح. انا بعرف انه انت بس غلطت بالكلام. جرب ما بقى تغلط بالكلام. ايه مش لهالدرجه انه كاتاستروف. لا مش كاتاستروف. كنت حلو كمان يا حبيبي. ما قلت انك مش كنت ما كنت حلو بس انا قلت انه اذا ما في غلط بالميوزيكاليتي ما في غلط بالمغنى ما في غلط بالصوت ليه بدك تغلط بالكلام؟ لانه بابا عجبته الغنيه قال لي حلو التابلو. اوكي اوكي ماما ويكتب يا ايه بالاول كنت حس كنت خايف شوي كانه بالاول بتعرفي شو؟ بسمعت صوتي بالكوبلي كله بسمع صوتي. تخيلي انا رح ابدا اهايي بالاها اول اها ما سمعت صوتي فيها ثاني اها سمعت صوتي فيها نوك للطاقة انك ترجلج للطاقة انك ترجلج يعني. ايه اوكي علي شو؟ تمام منيح كثير منيح كان ست حنان. شو؟ انت لا بدي اشوف انت كيف. انا كثير حبيت. اوكي عظيم. ايه غنيتي منيح وانا منيح احسن بكثير بس مش هلا من نهار للتاني ببلش ترجعي تتعبي صوتك موجود لانه بعد ما سبت هلا بلش يرتاح. نحن قلنا جمعتين ويمكن جمعه زياده كمان نزيد. اوكي نرجع نعمل تشيك اب هالجمعه اصلا. انا ما بغني ما مدام بس عم تشرب شاي مدام. نعم ما غلطت بشي بالغلط. لا ات واز جود. هلا بعدين التفاصيل نرجع نشوفهم الثانيين. هلا اليوم بيجي هادي بيحكيكم. انا عم بقول لكم اه جنرال التفاصيل الزعيمه لما نشفوا اطلع على المسرح ليه؟ ايه انا خوف ما في يعني طالع لا هيدا نوع من السامبتوم تبع التوتر مش انه خوف بس انه توتر. اي نو عشان هيك بلا بلا دغري قبل ما اطلع على المسرح بلا. اوكي ايه بس هيدا من الخوف. بالنسبه للاغاني تبع البرايم في عنا للشباب ثلاث كلمات لعبد الفتاح الجريني للشباب. بحب تصرخ كثير ليروح صوتك كثير. اه يا عيني عليك يا قلبي. اوكي ان ذا ارمي ناو الانجلش انجلش. اوكي وما خدتش بالي هيفا وهبي للبنات. وما خدتش بالي. اوكي ويا حلوه شعرك يا حلوه شعرك داري لغسان صليبة للشباب. لغسان مين؟ غسان صليبة. اوكي اوكي لا شباب. مين منكم بيعرف لي ميزيرابل ميوزيكال؟ لي ميزيرابل وي سامع فيهم كتير. سامع فيهم كتير. سامع الميوزيك؟ لا نو اوكي لانه هو انعمل ميوزيكال يعني كوميدي ميوزيكال يعني مسرح غنائي. لمين هذا الميوزيكال؟ عملوا له موفي مش من زمان بالانجلش. اه عملوا له موفي مش من زمان. عملوا له موفي من شي اربع سنين مزبوط مش من زمان مش اقل من اربع سنين هيك شيء ثلاث اربع سنين ابوبخي. اوكي اللي رح نعمله هلا رح نسمع رح نشتغل على الفينال تبع تبع الميوزيكال. اوكي رح نسمع الميوزيك رح اعطيكم الليركس. اوكي هو بالانجلش اللي ما بيقدر انا بساعده واللي ما بيقدر يحفظ الانجلش بيحفظ اللحن. اوكي وبعدين عم نشتغل على الكلام على الانجلش. هلا
جروب كورال كله ما مش لايف لايف اوكي بدنا احنا اللي بدنا نعمله اليوم بدنا نجرب نحفظ اول كوبليه اوكي اول بارت ايه بدنا نعيدها مرتين ثلاثه بعدين بنبلش نشتغل اوكي شريك عاملكم ركزوا على اللحن شوي اوكي ليك شو بدنا نعمل اول شيء بدنا نغني اول شغله رح نعملها بدل ما دغري نبلش نغنيها رح نعملها شوي بدنا نعمل نحمس صوت عليها للغنيه اوكي سو عادوا لي كلكم على طرف الكراسي محمد بدك تضلك هون ايه بليز اقعد شوي هون واذا بدنا الموسيقى بالريموت اوكي اول شغله نفس قبل ما نبلش بالغنيه والنفس مش هيك بينعمل نجلس اوكي بنعبي البطن والظهر ركزوا بطن وظهر مره مرتين عملتها ايه دائما ثلاث مرات ورا بعض ما حدا ينق كيف انا عملتها جاملي والله ثلاث مرات بقول تعبك يعني اكزرسيس نفس تاخذي نفس تفضي عملتها اربعه لالك انت لانك كسلانه والله لا عم تظلميني ما عملتي ولا عملت السبت الجاي عندكم فحص على كل تمارين النفس اللي عملناهم من الاول لهلا ايه مش مشكله ومش عم بمزح يا نختو كم مره عملته 3 زيد 5 زادت لك 5 يعني ايه عن جد هو اصلا كل اكزرسيس نفس بينعمل ثلاث مرات ورا بعضه وهذا الشيء بتعرفوه من اول يوم انا بصدق اسم الله عليك بيبول يعني ناس ابطا ابطا والبطن بفوت على جوا على البطيء من هون ما بتقشط جلس راسك جلس كلك هيك انا كنت بقولها اجرك قرب شوي 90 درجه شد اجرك بالارض اوكي هلا بدنا نعمل الغنيه نغنيها بدنا نحمي قبل ما نبلش نغنيها رح نعملها على الم اوكي هومينج طلبين بيطلع لك اليوم لأن أول مرة بتطلب طلب سمينا الأغنية بصوتك إيه بس مش هلأ دغري هلأ خلينا نبلش نشتغل تتبلش وتحفظوها استغنيها أول شغلة كل واحد لوحده علي بلش اسمع أوكي ما بدي بين المه والمه يكون عندي بديهم كلهم كأنهم صوت واحد كأنه مه واحدة ما في اقبل أول في نفس السبورت بالبطن جلس ورخي راسك يلا بعد مرة لحالك يلا أنيس بعد نو يا با دو ام او ديبي جو نبوش با المشوار رخوي لو التم مسكر بس ما في شد على المفصل هون الصوت اوكي يا با دو ام اول شيء بدك تعمله هلا بدك تشيل الام رخيه اوكي حنان اوكي ليه اكثر بالاخر اوكي اوكي مش كل نوت لحالها اعتبروا انه كلهم صوت واحد ونوت وحده وكلهم هون يا ما في وراسي ما بيطلع
اوكي حطيت على الخفيف صوت كتير واطي عمليها تحت اوكي فيكي ما تعملي لي كل نوت لحالها اوكي اخر وحده مزروكه ما بقى تشوفيها فوق النوت قدامك منها فوق شلتي ما اخذتش نفس برافو عليكي يلا اوكي احسن ما بالك اوكي في كثير هواء بصوتك حطي ايديك هون ركزي على البوزيشن ركزي لانه بدك تستعملي السبار النفس يلي ببطنك وظهرك او تشي ممكن بالبطن ما في بالاخر ما فيك تعملي انت ليك شو عم تعملي وهيدي كلها سمعوها لانه كلكم بتعملوا زيت الاغلاط هيك عم تعملي انت هي تخيليها بعدها عم بتكمل بدها تخلص محل ما هي ما في شيء بده ينزل لورا اوكي يلا ايديك هون لا تساعدي حالك تشقل الريزونانس قربيهم شوي لهون قربي شوي رخية اعتبري في هواء مكمل ايه عم تشدي عم تطنش اوكي رح حطها بدنا نوقف طيب شو رح نعمل رح نوقف وموقفه هون وهون اضبط شيء اول شيء رح نوقف كرمال النفس والسبار اوكي بدنا نجرب نبلش نغنيها اوكي يلا شو تعمل ب... اوكي اول شيء بدي منك تشرب كثير ميه تشرب عم تعمل باند اوف ابردو بدك تعمل باند اوف ابردو ثلاث ايام ورا بعضهم بعدين بتقلي بنشوف وين صرنا لا يدوب كل شيء معلق اذا في سكريسيون زايدين اذا في شيء منشف بدك تعملوا شو وتجربوا تلحقوا وين الليركس تمولا معهم مول معروف يلا اوكي وما تتحركوا بدي منكم ما حدا بيلقي على الحيط لانكم انتم كلكم كسولين وبدكم تتعودوا تاخذوا السوبر مزبوط انتم عم تغنوا والنفس مزبوط اول جمله من بعدها ايه بدكم تكونوا جالسين من فوق شدين منيح اجريكم بالارض كلكم الاجرين شوي مفتوحين على عرض الخصر افتحي شوي اجريكي انيس شو ها هيك اجري بارالل افتحي عرض الخصر ما تبرم خصرك من هون من فوق بس فوالا تو بلي تون جنو اكزاكتومون وما تطب خلوكم مجالسين من فوق جالسين نسيم انت كمان مثل البقوه تفضل لا كيف هيك بروم هيك في سبب معين اللي عم بقول لك بروم هيك اوكي ميرسي اوكي هايدي وجالسه رح تغنوا مع الموسيقى هلا اوكي اوكي نفس بالاول The people sing, singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start and tomorrow comes. We'll okay. join you. When? Tomorrow comes. البنات بدكم تبلشوا فوق اوكي اوكي صافا اوكي ونسيم انت عم تغني فوق انت عم تغنيها تحت هيك عم تغني بلش محل ما بتحكي اوكي قولي ماما ما بغني بنفس طبقه المغني لا بالاخر ما كنت بزيت الطبقه بعدك انت تركها طبقه تحت كيف قال تمور ما سمعتها وين تمورو كامز اوكي Yeah. Okay. من عيد بليز. The people sing, singing a song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Beating of There is a life about to start tomorrow comes. Okay.
بدي اسمع مروان لحاله. ما بديش. جاي عبالك. يلا. سمعك شي غير؟ يا. تفضل. كم تعمل لي تاست هلا؟ لا ما عم بقول لك تاست. اسحب الكاستنج. يلا. اوكي. Hear the people sing, singing a song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. What if the beating of your people sing, singing a song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the people who will not be slaves again, when the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to sour tomorrow comes. بدي تحفظوا اللحن لنهار السبت الجاي تنقدر نقسم الأصوات حسب الروجيست تبع كل واحد ونقدر نعمل الهارمونيز تبعونا. أوكي؟ تحفظوا اللحن والكلام.